قهرنا العقارب والقطرات كتشوف الزنق دابا دايرين تسطولو هنا هاد البانيوت كتجمع عليا الماء بزاف. كنعانو ما عندناش الماء ما عندناش الضو. الحناش والعقارب والفاه لا رسميم ما نبركوش فيها غير احنا مزهودين احنا باركين في ديك البراكه برا. راه كاين نهار ما كنلقوش ونشربوا خويا انا خويا شوف الماكينه كنسقوا بالبواد شوف واش هذا ما يتشرب هذا مزورينا اقسم لك بالله. مشكل هو ديال السكن هذا، مشكل السكن ديال الماء ديال الضو. 30 عام وحنا ضايعين، لا ما لا ضو لا شهاده السكنه، شهاده السكنه مخير فينا ما كياخذش وثائق كما كتكون نوع. الا كنا مستافدين مرحبا جيبوا تراكس، واخا كاين واحد القيطه بلي حنا مستافدين، علاش ما ريتوش لنا النهار الاول؟ كنعرف الانسان اللي مستافد خاصكم تريبوا ليه. وثاني الناس هنا كيعطوا شواد الهدم، دابا في هذه المقاطعه كيعطوا شواد الهدم والناس ما مريبينش وكيعطوا شواد الهدم. مزورينا اقسم لك بالله، هاد الناس لا ما ريبوش ليه ما كيعطوش شهاده الهدم. كيعطوا شهاده الهدم وحنا شهاده السكنه ما يعطوهاش لينا. ماشي عيب 20 عام وحنا مخابطين هنا كشة الصيف العقارب الحناش ها وباللي كنمشيو ندقوا الباب ديال الربيعه السلام عليكم السلام راه عندنا واحد المشكل هو وقع في داك الدوار. حنا مشينا عندو اساسا على الماء اخي في الاول. هاد العيد الكبير اللي داز اليوم الخميس والغد الجمعه غنعيدو ياك على الاقل شو عليها. الخميس قطعت هاد العوينه عندنا هنا هادي اللي حدا الروضه قطعوها ثاني خاطر كيطعني الماء باش كنشربوا. حنا ما عندناش الماء وتقطع علينا حنا العوينه ماشي عيب عليك. لا جينا طالبين هكا على الماء حلينا المشكله ديال الماء بغينا نشربوا بعدا. راه كاين نهار ما كنلقوش ونشربوا خويا انا خويا شوف الماكينه كنسقوا بالبواد شوف واش هذا ما يتشرب هذا هذا ما يتشرب اخويا. ولكن ملي يقول لك هاد الدوار ما كاينش راه ما غنتقبلوهاش. انا كنطلب من المنبر كنطلب من جلاله الملك يتدخل في جديده. دابا كيعجبوك واحد حاجه وحده قربت انتخابات في العود يدوروا على هاد الناس شو خاصك واش خاصك ما تاكل واش خاصك شي مويها واش خاصك شي ضو كيدوروا دايرين الزرود. اه ما حد الان هاد الجامعه داير الزرد انا دايرين في الزرود كيجمعوا الزرود بعضياتهم. لحد الان سات ما عندناش. دابا انا قربت وفريا لاكارت ملي كنجيب سات سكنه شكون يعطيها لي؟ هاد الناس شو القطره ومسقفين على الزنق والميكا والقطره لا رسميم ما نبركوش فيها غير احنا مزهودين احنا باركين في ديك البراكه برا. والمراه حامله ودوكا والدت في الصيف وما بقيناش نزيد خواطرنا وكان مولاو الشتا علينا والغيس علينا والماء علينا ومقطوعين لا مالا لا مالا ذوق لا مالا ذوق والحناش والعقارب والفاه ساكنين معانا لحنا معانا كل عام كنقولوا غنصلحوا ملي كنقول بغا يقول لي غنصلحوا يقول لك غنحولوكم ملي يقول لك غنصلحوا يقول لك غنحولوكم عاش الملك. السلام عليكم انا نور الدين الزراوي انا جيت هنايا قلت تقريبا في 89 بس كنا في هاد الباص هادي مني جينا تخيل معايا يعني كاع الناس جاو هاد السكان تقريبا كان اللي ساكن قبل حنا المهم كلينا حنا في 89 هنا مني جينا باش نشوفوا الاحصاء داز الاحصاء في 90 91 غنبداو كيديروا في الاحصاء. المهم في ديك الظرفيه نيت جا الاحصاء تخيل معايا هاد الاحصاء ديال سيدي موسى نيت هو هاد الحي هو هذا الحي ديال سيدي موسى تقريبا الاحصاء اللي جينا ندويو عليه غنلقاو واحد 200 واحد ماشي بالاصل هنايا اللي كانوا ساكنين اللي حصاهم ماشي هما برانيين. خويا عندي ثلاثه ديال اليتامى ياك
لما خدمتش عليهم داكشي ما كاينش اللي كيدخل عليا خبزه وكلشي كيقطر عليا، عندي الجبيوت والمراح كلشي كيقطر، ولادي كينعسوا غير في المراح وانا في واحد البلاصه بوحدي هنايا دايره بيت وحدايا البانيو هو كيقطر اخويا بالماء، وحنا عايشين وسد ربي يفرجها من عندو صافي. هادشي اللي غنقول اخويا، غنعانو ما عندناش الماء ما عندناش الضو. السلام عليكم خويا، مرحبا بكم عندنا. المهم خويا انا دابا 60 عام وزيد هنايا وكابر هنا، قهرنا العقارب والقطرات حتى كتشوف الزنك دابا دايرين تسطول هنا هاد البانيوت وكتجمع عليا الماء بزاف وكنصيبو صعوبه. ارسال الجديد الله يرحمه وليداني الطرومبه جيت الروضه كنمشيو نسقو من تم ونجي، ودابا سدو علينا واحد الوقت ودابا مابقاوش كيعطيونا مصوب لاكارت على حساب هنا. صابرين هنا تيدير الله شي تاويل الخير، هاد الناس ما داروا معنا والو، كنطلبوا من سيدنا الله يخليه لينا الله يحفظه ينتبه لينا شي شويه. هاد الناس نهار عند الرئيس المجلس البلدي وهذا الشيء ما داير معنا حتى شي حاجه. انا وراه والدي وعاد 60 عام انا من تزدت هنا وانا عايش هنايا، احمد الله ونشكره. زيد نهار 1 شهر 11 1960 وعدنا وليدات وصابرين بلي قسم الله والقطره، وبعض مرات تشعل العافيه في الجيران هنايا مع الزنك ومع داك الشوك. لا ما كانش الضو، دايره الطاقه الشمسيه اللي موفرها، الطاقه اللي عندنا هنا كنوفروا بها.